السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. ووصلنا إلى مقارنة الكسور العشرية وترتيبها صفحة 83. شوفوا، إحنا حسب طبعا حسب المنهج الجديد 2023/24، إحنا راح نحكي على المقارنة من خلال إنه بعض نحلل تمارين. في البداية من أريد أقارن، يعني مثل ما انا عندي اعداد عاديه اقارن بها، اول شيء ابدي من جهه اليسار، يعني من جهه الاحاد، وبعدين ابدي على الفارزه، ورا الفارزه ابدي على الجزء من العشره، والنوبه الى جزء من المئه، لحد ما اوصل الى جزء من الالف. شوفوا هنا صفر صفر، هاي تسعه وهاي ثمانيه، اذا هذا أكبر، يعني معناها أصغر من 182، تقارن من جهة اليمين أصغر من 980. هذا بنفس الطريقة، هذا صفر هذا صفر، هذا ثلاثة هذا ثلاثة، شوفوا هذا شقد، هذا تسعة، يعني معناها هذا أكبر. وبنفس الطريقة هنا هذا صفر هذا واحد، بعد ما أكمل إذا هذا الأكبر. زين، هذه الطريقة لمقارنة بين الكسور العشر. خلينا نشوف التمرين الثاني، يقول استعمل جدول القيمة المكانية للمقارنة بين الكسور العشرية ثم رتبها من الأصغر إلى الأكبر. هنا لازم أستخدم الجدول القيمة المكانية. شوف، نجي هنا استعمل جدول القيمة المكانية للمقارنة بين الكسور الاعتيادية ثم رتبها من الأصغر إلى الأكبر. خلينا نشوف شلون نحل. نسوي هذا الجدول، الأحاد، الفارزة العشرية، الأجزاء من العشرة، الأجزاء من المئة، والأجزاء من الألف. نجعل أول رقم، أول رقم شوفوا هنا هنا صفر، هاي الفارزة، الأحاد ماكو، هاي الفارزة، هنا ثلاثة، هنا اثنين، هنا خمسة. نجي على الرقم الثاني اللي هو صفر، أيضا هنا ثلاثة فارزة، هنا ثلاثة، هنا ثمانية، هنا ستة. النوبة رقم الثالث صفر فارزة، صفر، واحد، اثنين، رتبها من الأصغر واحد، شوفوا هذا الصفر، إذا صفر فارزة 12 بالألف. الرقم الثاني شوفوا هذا وهذا، منو هذا ثلاثة هذا ثلاثة، هذا ثمانية هذا اثنين، إذا فوق أصغر رقم فراح يصير صفر فارزة 325. زين، والنوبة آخر شيء صفر فارزة 386 بالألف. هذا بالنسبة لترتيب الأعداد، هذا بالنسبة لترتيب الأعداد. نجي على السؤال الآخر اللي هو موجود عندنا بالفقرة أحول. رتب، هذا رتبناه هذا، قلنا أول شيء يطلع حسب الجدول القيمة المكانية، حيكون هذا صفر فارزة هذا أصغر واحد، وبعدين هنا صفر فارزة 325، آخر شيء صفر فارزة 386. نجي هنا رتب الكسور الثانية من الأكبر إلى الأصغر. أكبر واحد شوفوا، هذا صفر هذا صفر، كلهم صفار، هذا خمسة هذا خمسة، هذا أربعة، إذا لو هذا لو هذا الأكبر، هذا صفر هذا أربعة، إذا صفر فارزة 546، هذا الأكبر، يجي وراء هذا صفر فارزة 505 بالألف، وبعدين يجينا صفر فارزة 456 بالألف. نجي هنا يقول تحتوي الليمونة الواحدة في المتوسط على صفر فارزة 77 بالألف غرام من البروتينات، وصفر فارزة 21 بالألف غرام من الدهون، وصفر فارزة 625 غرام من الكربوهيدرات. رتب هذه المقادير من الأصغر إلى الأكبر. أصغر واحد شوف كلها أصفارة، نبغى هنا صفر هنا صفر هذا اثنين، إذا أصغر واحد صفر فارزة صفر 21 بالألف، يجي وراه
صفر بارزة صفر وسبعة وسبعين بالألف، وبعدين يجي وراء اللي هو صفر بارزة 652 بالألف، يعني بهذه الصيغة أرتب. يقول قارن بين الكسرين العشريين، الكسرين العشريين خلينا نشوف شنو المقارنة بيناتهم، اللي هو صفر وثمانية وستة وثمانين وصفر وثمانية وثمانين. شوف شنو نقارن هذا، نكتب هنا ستة ثمانية ثمانية بارزة صفر، من الأكبر هذا على المقدار ثمانية وثمانين. شوف هنا هنا ثمانية هنا ثمانية، هنا نغير اللون، هنا أيضا ثمانية، هنا شنو؟ ثمانية، هنا ستة، هذه هنا معناها صفر، معناها صفر، فإذا هذا الأكبر، زين؟ هذا الأكبر. أيضا قارن بين الكسور العشرية مستعملا أكبر وأصغر ويساوي، عندي هاي اثنين، هذا خمسة، إذا هذا الأكبر، هذا صفر، هذا خمسة، إذا هذا الأكبر، أو تنقر أصغر إذا قريناها من جهة اليمين، هذا صفر، هذا صفر، بعدين هذا ثلاثة، هذا ثمانية، إذا هذا الأكبر. استعمل جدول القيمة المكانية لترتيب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. خلينا نشوف ترتيب الأعداد شلون نرتبهم من الأصغر إلى الأكبر. من الأصغر إلى الأكبر، أصغر واحد، خل أول شيء نرتب حسب هذا الصفر بارزة ثلاثة، هذا القيمة جدول القيمة المكانية سموه 125، والنوبة صفر بارزة 786، والنوبة يجيني ستة، وبعدين يجيني صفر بارزة صفر واحد اثنين. وأصغر واحد موجود عندي هو هذا، شوفوا، لأن الأجزاء من العشرة مالتها صفر، راح أكتبه جوا. وأصغر واحد راح ترتيب راح يصير صفر بارزة صفر واحد اثنين. يجي وراه هذا صفر بارزة 325 بالألف، وبعدين يجي وراه صفر بارزة 786 بالألف. زين، نرجع على المسألة مالتنا، المسائل زين هذا حليناه، هسه راح اكتب لكم اياها من هنا، يعني يطلع صفر بارزة صفر واحد اثنين. انت لا تستخدم جدول القيمة المكانية الا هي اللي بالحل اللي استخدمها، هنا بارزة وهنا صفر 786. زين، يقول استعملت مروة صفر وخمسة وسبعين غرام من كيلو غرام من البهارات، ومئة مئة بالألف غرام من الملح، وصفر وخمسين بالألف غرام كيلو غرام من زيت الطعام في تحضيره. رتب المقادير من الأكبر إلى الأصغر. أكبر واحد، شوفوا أكبر واحد إذا نباوع هو المئة، صح؟ كلهم يجي وراها الخمسة وسبعين بالألف، وتجي وراها الخمسين بالألف. يقول بين الجدول التالي، يبين هذا الجدول أربعة أنواع من المكسرات، رتب هذه الأوزان من الأصغر إلى الأكبر، من الأصغر إلى الأكبر، راح أرتبها هنا أصغر واحد باعوا كلهم أربعة أربعة اثنين اثنين، زين الصغار بين السنين والسنين، شوفوا هنا أربعة هذه أربعة هذه أربعة هاي اثنين وهاي اثنين. الرقم الثاني هاي ثمانية هاي ثلاثة، إذا الأصغر واحد هو هذا، حسب صفر بارزة 234، راح يجي وراه صفر بارزة 287 بارزة، الوراء راح يجي صفر
بارزة 400، شوف هذا 5 5 هاي 8 هاي 5، إذا 455 دائرة من الأصغر إلى الأكبر، وآخر شيء صفر بارزة 458. يقول اذكر شفويا كسر يقع بين 252 و25، شوف هاي معناها صفر صح؟ هاي معناها صفر، هاي هنا معناها اكو صفر، هاي هنا معناها اكو صفر، فأنا من أرد أذكر فائض يعني أكبر 251، هذا يصير بين هذا وهذا. زين جبت كسرين عشريين يقعان بين هاي نفس الطريقة، هذا أقدر أقول واحد صفر اثنين هذا يقع، وأقدر أقول بعد عندي هواي أرقام أقدر أقول واحد واحد عشرة مثلا. زين هذني أيضا، وعندي بعد هواي أرقام. زين نجي على مسألة يتطلب حلها ترتيب ثلاث كسور عشرية من الأكبر إلى الأصغر، أنت تختار أي كسور عشرية وترتبها، مثلا تختار أي مسألة ثلاث كسور عشرية مثلا 252 هذه رتبها من الأصغر إلى الأكبر، لازم أجيب بعد واحد أصغر، هذا أصغر واحد لازم أجيب أكبر منه، مثلا أقول بارزة صفر 350 بارزة صفر 450، تقدر تسوي أو أي مسألة موجودة عندك في الكتاب. هذا كل ما موجود، شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.